هعمل لكم مكرونه بشاميل دلوقتي برضو هايله وبسيطه جدا جدا. انا عندي مكرونه مسلوقه، عندي هنا جبن، جبنه موتزاريلا، جبنه روي بسطرمه، النهارده هعملها ببسطرمه مش بلحمه مفرومه، اصل لحمه مفرومه في بتنجان كفايه. عندي بقى شويه فلفل الوان ادلع كده بقى الصينيه عشان عندنا عزومه، وشويه بقسماط. بعمل ايه؟ بجيب صينيه، حاولي تكون صينيه كبيره يعني واسعه، كبري كده وسعي الصينيه. مفيش صينيه، شوف صينيه تانيه، انا عايز صينيه اهي، صينيه اكبر كده. بص صينيه كبيره عشان النص كيلو عايزاه يفرد مش عايزاه يبقى سميك. صينيه كبيره، شويه زيت صغيرين او سمنه، واروح حاطه في البقسماط، بقسماط ناعم عشان تطلع معايا بسهوله، لما اجي اطلعها من الصينيه تطلع معايا بسهوله ما تلزقش، والاقي نص المكرونه لازقه في الصينيه. مش عايزاه نملاها قوي، هي طبقه بس من تحت بالشكل ده. بصوا كده حطيت طبقه اهو من الايه، من المكرونه، طبقه يعني الكيس كله يعتبر ده كده، الكيس كله عشان بس لا اكتر من كيس. وبعدين عليها شويه جبنه رومي مبشوره، بص بقى هنا انا حطيت الجبنه الرومي الاول على المكرونه كده حبه صغيرين كده، وبعدين ايه حطيتها يعني خليتها هتلزق المكرونه دي ببعضها. اوكي، عندي بقى هنا بسطرمه والخلطه دي لازم اخلطها ببعض. بسم الله، بسطرمه مفتفته كده، دي جديده قوي في البتاع دي، حلوه جدا، يمكن عملتها معاكم مره قبل كده بس حلوه قوي قوي صراحه، يعني هي جميله لما تتعمل في عزومه كمان هتبقى اخف كتير من الايه، من اللحمه المعصجه يعني. وبعدين انا كمان كده كده عامله لحمه معصجه فخلاص كفايه بقى، حته بسطرمه صغننه كده هايه، والفلفل بقى هياخد من ريحتها جامد يعني. واروح حطاها على بقت البسطرمه، الحته الصغنونه بقت ربع كيلو ولا اكتر كمان، يعني قولي مثلا انا حاطه ايه، قولي كوبايه الا ربع كده البسطرمه مقطعاه صغنن، وحوالي كوبايه ونص من الفلفل الالوان علشان يدي شكل حلو جوه المكرونه بالشكل ده. تمام، اسقيها بقى بالبشاميل. مفيش طبقه مكرونه تانيه، هي كده، خلي البشاميل يدخل جوه كده. فانا هحط لها كمان ايه، جبنه موتزاريلا، بس بهزها كده عشان البشاميل ينزل بينها، ينزل على المكرونه وهو هينزل كده كده في الفرن، هيتلاقيه اللي هو كده سميك شويه لان هو برد حبه، يعني البشاميل هنا عندي بقى سميك حبه علشان برد، انما هو سخن لا بيبقى اخف من كده، ما يبرد يتقل، فكده كده هيخش الفرن، سخونيه الفرن هتخليه ايه يسيح تاني وينزل بين الايه، بين المكرونه. اخد بقى على الوش كده حوالي كوبايه او كوبايه وشويه من الجبنه الموتزاريلا تديني شكل حلو كده، وتطلعي بقى حته صينيه مكرونه بالبشاميل تحفه ان شاء الله. انا كده حطيت بتاع حوالي كوبايه من الجبنه الموتزاريلا، ادخلها الفرن بقى تتشمع وتحمر بس كده. تمام،